مشكله. لو هنتكلم بقى يا كريم عن امبارح وماتشات امس، وخلينا نتكلم بالبدايه بحسم منتخب جامبيا التاهل لدور الثمانيه، نتكلم لاول مره بجد البطوله فيها حاجه غير مفهومه، كره القدم غير متوقعه. ما ينفعش تدخل بطوله وتقول يا كريم انا عارف مين المنتخبات اللي اللي هتتصدر، ومين المنتخبات اللي هتتاهل، ومين المنتخبات اللي مش اللي هتخرج مثلا. لا، ما فيش الكلام ده. يمكن البطولات الاخيره اللي احنا شاهدناها هذا الموسم هي اللي بتاكد هذا الكلام. على كل حال، عايزه اروح لحاجه تانية. انا يعني اعتقد ان هي فعل خير جدا المنتخب، وهقول لحضراتكم ليه. يعني بنتكلم هنا عن يعني فرق التشبيه برضو علشان الناس يعني تبقى رابطه معايا. اللي احنا بنتابع يا كريم توقعات النقاد والنجوم في كل افريقيا، ده من اول ما بدات بقى، وده اللي بياكد كلامنا انا وكريم اللي بنقول تقريبا كل يوم. يعني بتلاقي هنا ان التوقعات يمكن اكتر من 60 او 70% كان منها رايحه في اتجاه ان فكره هنا نيجيريا هي اللي هتكسب تونس. فلا، اللي حصل هو العكس تماما. فعلا امبارح تونس قدمت ماتش عظيم، ماتش محترم جدا. فده شيء بيثبت وبيأكد كلامنا تاني، ما فيش حاجه مضمونه. فبرضو الناس اللي بتتوقع ان مصر مش هتفوز، لا، برضو بقول لحضرتك ان الكلام ده مش وارد. يعني الكلام ده برضو في ناس على فكره بتتوقع ان مصر مش اللي هتفوز، او يعني الكفه مش راكحه ناحيه مصر. يعني برضو تاني، مفيش توقعات في كره القدم، ده اللي احنا شفناه وده اللي كل يوم بيثبت احقيته على الارض. فعلى كل حال، انا عاجبني جدا عدم رد المنتخب على تصريحات زي كده، وكيروش كمان ما تصرحش ورد، لان احنا بنرد على الملعب. الرد دايما عندنا بيبقى على الملعب. اللي عايز يقلل يقلل، اللي عايز يتكلم يكلم، اللي عايز يطلع اشاعات يطلع اشاعات، اللي عايز يعمل اي حاجه يعملها. احنا ردنا على الملعب زي ما احنا متعودين من منتخبنا. فان شاء الله التوفيق يعني. يا رب ان شاء الله. برضو